هذا المثال مأخوذ من كتاب نايس، نورمان نايس. عرفت اللي بس نايس ولا نيس؟ فيفث إديشن. الإكزامبل هذا هو إكسرسايز. في عندي سيستم، هلا هذا السيستم معطى بالترانسفير فانكشن، فجي اوف اس بتساوي اس بلس 6. ايش هذا؟ ايش الاس بلس 6؟ زيرو. اس بلس 9، اس بلس 8، اس بلس 7. قديش الستيدي ستيت جين تبع هاي الترانسفير فانكشن؟ 6 × 9 = 7. اوكي، اذا بدك تدخل ستيب فانكشن وحدتها واحد وتشوف الاوتبوت تقارنه بالانبوت، بدي اضطر اعدلها واضرب في هدول الفاليوز. فاهمين؟ الكل فاهم شو هذا القصد؟ يمكن السيستم الحقيقي هيك، بس انا اذا بدي اعمله في السيمولينك مثلا واقارن الريسبونس تبع السيستم مع الانبوت واقارن الانبوت بالاوتبوت، هذا لما بخلص وبيطلع الاوتبوت ما راح يطلع الاوتبوت معي واحد بعد ما السيستم يعمل سيتلينج، راح يطلع الاوتبوت معي هو 6 × 9 × 8 × 7. فبدي ارد اعدله مره ثانيه حتى اضربه في 9 × 8 × 7 × 6، لانه ستيدي ستيت جين هون مش واحد. وهذول كانهم سيريز اوف كاسكيد بلوكس، مظبوط؟ مش هذا هون فيرست اوردر سيستم، كانه هذا فيرست اوردر سيستم وهذا فيرست اوردر سيستم وهذا هون زيرو، كانه ديفرنشال. هلا المطلوب بالسؤال بدنا نعدل هذا السيستم، عندنا اياه بترانسفير فانكشن، بدنا نعدل السيستم، بدنا نعمل ديزاين a state variable feedback k، يعني كانها controller، بحيث انه ال overshoot اقل من او يساوي 20%، وال settling time اقل من او تساوي 2 seconds. وكمان طالب بالسؤال اني الغي الزيرو هذا، انا بقى بصحي لي مش بصحي لي بول تالت ستيت، ايش الاوردر تبع السيستم؟ 3. مظبوط، فبصح لي اعمل بليسنج ل 3 بولز وراح اطلع 3 كيز، مظبوط؟ وراح اضرب x1 في k1، وراح اضرب x2 في k2، وراح اضرب x3 في، فكانه عندي 3 ديجريز اوف فريدم، وبقدر اعمل ثلاث اشياء ب 3 ديجريز اوف فريدم، فبقدر احدد ال 2 بولز. هذول على فكره راح يتحددوا ب 2 بولز، مش هيك؟ ايش راح يكونوا هذول البولز هون؟ كومبلكس كونجيجيت بير، اوكي؟ مش مظبوط؟ هذول الاثنين راح يعطوني كومبلكس كونجيجيت بير، راح يكونوا هون، والثالث راح احطه بحيث انه يلغي الزيرو اللي على 6. قديش الزيرو هون قيمته؟ ناقص 6. ايش الوحده؟ راديانت بير سكند. 1 2 3 4 5 6. ليش بنلغي الزيرو؟ ممكن الزيرو في له مشاكل معينه عماله بياثر على البرفورمانس تبع السيستم او شيء زي هيك. هلا هذا الزيرو فيش فيه مشكله، في زيروز بتكون في الرايت هاند سايد. إذا كان عندي زيرو في الرايت هاند سايد من السيستم، هل هاي مشكلة؟ هل السيستم انستيبل؟ لا. ليش؟ لأنه بول مش زيرو. بس لكن إذا عندي سيستم فيه بول بالرايت هاند سايد تبع السيستم، شو بنسمي هذا السيستم؟ لا لا، لأنه مش البول اللي بيكون بالرايت هاند سايد بيكون السيستم انستيبل. الزيرو في الرايت هاند سايد ما بيخلي السيستم انستيبل، بس السيستم شو بصير اسمه؟ نون مينيمم فيز سيستم. النون مينيمم فيز سيستمز غريبين. إذا بشتغل على نون مينيمم فيز سيستم، أول ما بدخل إذا بحرك الإنبوت باتجاه أول، السيستم ما بتحرك بالاتجاه المعاكس، بعدين برجع بتحرك في الاتجاه اللي أنا بدي إياه. بس أنا هذا ما بقول إنه هذا نون مينيمم فيز، لأنه هذا الزيرو في الليفت هاند سايد، بس في بعض زيروز بتكون بالرايت هاند سايد بتسبب له مشكلة بدي أتخلص منها. هون إحنا بدنا نتخلص من هذا الزيرو لسبب معين، لسبب برفورمانس أو شيء زي هيك. اخترنا البول الثالث بحيث إنه يلغي الستة. أوكي ماشي، واضح السؤال؟ كل فاهم السؤال؟